طبعا منورنا واحد من اهم خبرائنا في مصر الدكتور مصطفى عماره، وهنتكلم معاه عن الموسم طبعا السنه دي. اولا برحب بيك وشكرا انك سمحت لنا بالفرصه الجميله دي تبقى موجودين وسط حقول القطن في مصر. اهلا وسهلا بيكم، واحنا بنرحب بقناه المحور وبسعادتك في ارضكم وبلدنا كلنا. انا بشكرك، وطبعا كل سنه وحضرتك طيب، وكل سنه وكل اهلنا طيبين. موسم صحة حصاد وسلامة. القطن موسم فرحة دايما دايما على طول القطن موسم الفرح، وزي ما بنقول عليه محصول الخير. ايوه هو بيبقى خير للأرض وخير للمزارع وخير للتاجر وخير للمصنع وخير في وخير كل للبلد الأجواء طبعا. والبلد نفسها، اقتصاد البلد. عشان كمان نفكر الناس كده بالمعلومات اللي كنا بناخدها واحنا صغيرين في المدرسة، نعم. ده القطن المصري طويل الطيلة صح؟ نعم. ده اللي هو أجود أنواع القطن. هو اجود انواع القطن، واحنا يعني خلينا نقول ان الصنف اللي احنا موجودين قدامه دوت صنف سوبر جيزه 97. ده بيقول لي ده صنف دوت جديد نازل، خالص. ده صنف من احدث الاصناف اللي هي نازله، ونازل بقاله سنتين في الزراعه العامه. اول ما ابتدينا بيه في محافظه المنوفيه في مركز ويسنا وبركه السبع كمناطق اكثار، وبعد كده ابتدينا نتوسع بيه. عشان نعرف احنا ازاي توسعنا فيه، احنا لما كنا زارعينه السنه اللي فاتت كانت المساحه منزرعه منه ما يقرب 3000 فدان على مستوى محافظه المنوفيه. احنا السنه دي توسعنا فيه في 19720 فدان موجودين، منهم اربع مراكز في الشرقيه ومحافظه المنوفيه بالكامل، وبعض المراكز في محافظه الغربيه، على اساس ان احنا بنتوسع فيه لانه صنف يتميز ان هو الجوده بتاعته عاليه والمحصول بتاعه عالي زي ما انت شايف كده قدام حضرتك. محصول بيحقق هامش ربح كويس للمزارع، وفي نفس الوقت بيبقى فيه مواصفات تصافي حليج عالي. تصافي حليج يعني ايه؟ اطلع بذره وشعر، البذره دي التاجر بياخدها بيبيعها يكسب فيها ويكسب من الشعر برضك اللي بيبيعه، وفي نفس الوقت مواصفات التيله نفسها من متانه وطول ونعومه واستطاله وكل مواصفات الغزل بعد كده، فبتناسب احتياجات التصنيع المحليه واحتياجات التصدير كمان. ودي افضل حاجه للتصدير. وده افضل حاجه للتصدير، بس احنا طبعا الفكره كلها ان احنا مش عايزين نصدر، احنا بنقلل التصدير بتاعنا عشان نكفي احتياجات الصناعات الوطنيه بتاعتنا ونعمل القيمه المضافه للقطن المصري اللي هي بتوصل 472% عندنا. طيب انا فاكر كويس قوي احنا في 2016 كان في كده زي جرس انذار، وكنا شايفين ان معدلات الزراعه قلت قوي تقريبا، وصلت 130 الف فدان. تمام. بعد ما كانت حوالي 2 مليون فدان في الثمانينات مثلا. بالظبط، كنا بنزرع 2 مليون و800 الف فدان كمان. 2 مليون و800 الف. ايه يعني باختصار كده ايه اللي وصلنا لمرحله 2016 وازاي بدانا نغير الامور بعدها؟ خلينا نقول ان احنا كنا لحد التسعينات كان ما فيش اي مشاكل خالص، وكانت الدنيا ماشيه والزراعات ماشيه، وكان في تسويق، حاجه اسمها التسويق التعاوني، وفي رقابه كانت موجوده على الموضوع القطن. بعد كده لما وقعنا على اتفاقيه التجاره الحره جت عام 1994 وما تلاها من سن قوانين زي القانون 210 والقانون 211 ودخول القطاع الخاص في عملية التسويق، والدولة شالت ايديها من تسويق القطن، فأصبح فيه هنا خلط في الأصناف. بمعنى ايه؟ ان بعض التجار بيجيبوا القطن من المناطق الرخيصة ويبيعوه في المناطق العالية، وبالتالي بيحصل خلط في الأصناف. مش كده وبس، عندنا في مشاكل كانت موجودة، عندك تفتت الحيازة الزراعية، ضعف الخصوبة في الأرض، وجود مشاكل هجر مزارع للقطن عشان تدني السعر بتاعه نتيجة المشاكل اللي هي موجودة، وبالتالي لجأ إن هو يزرع محاصيل منافسة أخرى. وده دخلت علينا اصناف هجينا من بره بوظت لا 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 لا، احنا ما كناش عندنا اصناف هنا في الجزئيه دي نحب نقول حاجه. احنا ما فيش عندنا هنا في مصر من اول ما محمد علي دخل القطن لحد النهارده ما فيش حاجه اسمها قطن بيجي من بره. احنا كل الاقطان بتاعتنا يا اما طويله يا اما فائق الطول، ما فيش حاجه بتيجي من بره. اللي كان الحاجات اللي انت بتقول عليها دي حاجات شوارد وبتبقى تهريب، ودي اللي بتعمل مشكله، ولكن معهد بحوث القطن بالضبطيه القضائيه مع شرطه المستطاحات وخلافه، اي حقل، احنا عندنا حاجه اسمها تفتيش حقلي عشان حقول الاكسار بالذات، اي نبات غريب او غير مطابق للمواصفات او للخريطه الصنفيه بيتم استبعاد الحقل دوت من التداول وما بناخدهوش، انما ممكن بيخش كبذره بتاعته في العصير، انما ما بناخدش منها تقاوي. تمام، دي حاجة عشان نبقى عارفين. ففي هنا خط دفاع موجود عشان المحافظة على النقاوة الوراثية. طبعا مجلس الوزراء عمل لجنة كبيرة جدا ودرست كل المشاكل اللي أدت للحاجات اللي تدني الأسعار وتدني المساحات وتدهور القطن
في الجودة وخلافه والتلوث اللي موجود فيه، وحطت خريطة استراتيجية وطنية للنهوض بمحصول القطن تاني. وابتدينا بالفعل، احنا بدأنا بالفعل عايزين نقول على أرض الواقع من 2015. القانون رقم 4 لسنة 2015 اللي هو بيستثني أقطان الإكثار من التداول الحر، والدولة هي اللي بتمسك تسويق هذا المحصول فيما يخص أقطان الإكثار تحديدا. ليه؟ لأن احنا في خلال سنة بالضبط رجعنا النقاوة الوراثية بتاعتنا رجعت تاني، ونزلنا الأصناف بتاعت معهد بحوث القطن تاني بجودة ونقاوة وراثية عالية، وبدأنا ندفع بأقطان وسلولات حديثة اللي هي بتزود إنتاجية الأرض. بتزود الإنتاجية، بتلائم التغيرات المناخية زي ما هنقول دلوقتي، وفي نفس الوقت الإنتاجية بتاعتها عالية ونقية وراثيا. كل الأصناف اللي هي موجودة على الخريطة الصنفية عندنا دلوقتي كلها أصناف تتميز بالإنتاجية العالية، قصيرة العمر، مبكرة النضج، بتناسب الاحتياجات بتاعتنا والاحتياجات التصدير. هنقول يعني هم مثلا قالوا لي ان الارض دي الانتاجيه بتاعتها زادت، كانت بتطلع من 7.5 8.5 دلوقتي بتطلع 11 انتار. بتطلع 11 انتار و12 انتار. انا عايز اقول لك في بعض المزارعين المتميزين اللي هم بيلتزموا بالتوصيات سواء مواعيد زراعه او توصيات زراعيه مختلفه بيوصلوا ل 14 و15 انتار. احنا السنه دي عندنا في محافظه اسيوط تحديدا مزارع جايب 16 انتار من صنف القطن الجيزه 98، ده احدث الاصناف اللي هي موجوده عندنا. طبعا المزارع لما بيكون متميز بيجيب انتاجيه كويسه، المزارع اللي ما بيبقاش متميز يعني نقدر نقول الانتاجيه بتاعته بتبقى ضعيفه. ولكن هنا عايزين نقف وقفه ان 92 و95 و97 عندنا كل والاكسترا عندنا اكسترا جيزه 45، ده اجود الاقطان على مستوى العالم، وكان دخل موسوعه جينيس مرتين ان هو اطول صنف في الزراعه العامه، بقاله 80 سنه في الزراعه العامه، وده فائق الطول وفائق النعومه، وان هو بيديني اطول تيله في العالم. يعني انا ممكن من الليبرا اللي هي 452 جرام اطلع منها خيط طوله 28 كيلو. 28 كيلو ده من اللي هو الصنف سوبر كسترا جيزه 45. وعندنا امتن الاقطان على مستوى العالم اللي هو كسترا جيزه 92، واطول الاقطان على مستوى العالم 96، و احسن صنف في الاستطاله اللي هو 93. انا عايز اقول لك كل الاصناف المصريه بتاعتنا لما تيجي تشوف الكاتيجوري بتاعها على مستوى العالم بتصنف الاصناف المصريه بتاعتنا رقم من رقم 1 لرقم 8، وبعد كده تيجي بقيه الاصناف اللي هي موجوده عندنا اللي هي طبق الطويل وفائق الطول اللي هي موجوده عندنا هنا في مصر. طب هل من 2015 و16 ومع كمان يعني اشاره السيد الرئيس ان احنا لازم نعمل نقله وطفره في هذه الجزئية، هل بدأت المساحات المزروعة تزداد؟ يعني كما فهمت ان احنا ضعفنا المساحة من 130 ألف داخلين على 300 وحاجة تقريبا. نعم، صح؟ صحح لي المعلومات. وفعلا زي ما حضرتك قلت هي كان المحرك الرئيسي للموضوع دوت اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقطن تحديدا، وهو زي ما بيهتم بجميع الملفات في الدولة، ولكن القطن ما كانش هيشتغل إلا بهذه الجزئية. بعد ما مجلس الوزراء أقر هذه الخطة بدأنا نتحرك في ثلاث محاور عندنا، عندنا محور الزراعة ومحور التسويق ومحور التصنيع. لو هنتكلم على محور الزراعة خير دليل الأرض اللي احنا واقفين عليها هو أصناف، توصيات، مرشدين زراعيين زي ما حضرتك اتكلمت معهم، ومكافحة متكاملة، ودفع بأصناف جديدة، وتطوير المعاملات الزراعية بتاعتنا فيما يعرف بالمعايير الأممية لاستدامة القطن. ليه؟ لأن احنا النهاردة بنشتغل على المعايير الأممية. ايه اللي هي؟ انك انت تطلع أصناف مبكرة في النضج، مكلة في استخدام المية، ما تستعملش أسمدة كيماوية كتير، ما تستعملش مبيدات بكثافة، ما تستعملش عمالة أطفال، ما تستعملش بلاستيك اثناء التداول بتاع القطن. كل دوت عشان يديك الزراعين قالوا لي كده برضو. لا، ما هو كل دوت دي حاجات، لان هي دي اللي كانت وصلت لمرحله، هي دي اللي وصلتنا ل 2016 اللي هي كانت مرحله سيئه. فاحنا بنعالج هذا الكسور كله، وبالتالي لان انت النهارده مش هتقدر تخش السوق العالمي الا اذا كنت منتج القطن تحت هذه المعايير. واللي انا عايز اقوله لك ان احنا عندنا مبادرات في مصر شغاله على هذا الجزء مع اليونسكو ومع الامم المتحده مع منظمه العمل الدوليه، ونقدر يعني اقول لك بكل فخر ان احنا تقريبا حوالي 25% من مساحات المزارعه في مصر بتزرع تحت هذه المعايير تحت اشراف وزاره الزراعه ومعهد بحوث القطن تحديدا. خلينا نقول ان المساحات بدات تزيد. طب في عامل مهم جدا في الزياده اللي هو السعر. الفلاح، اي فلاح في اي سلعه عايز لما يجي يشتغل عايز يعرف ان هو هيبيع السلعه بتاعته دي بكام، والمين وفين وازاي.
في اليات للموضوع ده، في النهايه يبقى ضامن حقه. اي سلعه هتجيب له جنيه زياده عن القطن هيلجا لها ويهجر القطن. بس انا اللي فاهمه ان دلوقتي كمان هو ممكن يزرع قمح وبعديها قطن على طول، فبرضه ده بيساعد. دي من ضمن الحاجات اللي هي بتاعت الاصناف الوراثيه اللي هي موجوده عندنا والتراكيب الوراثيه. زمان من حوالي 20 30 سنه كنا نسمع ان القطن بيقعد في الارض 240 يوم. ولو زرعته بعد القمح نقول عليه فلاح خايب. ليه؟ لانه مش هيجيب انتاجيه، ما يجيبلوش اكتر من 2 انتار، زراعات متاخره. النهارده التراكيب الوراثيه اللي موجوده عندنا تتلائم مع هذا الجزء، واطول صنف في الزراعه العامه بيقعد حوالي 170 يوم دلوقتي من التراكيب الوراثيه. الحقل اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي عمره 130 يوم في الارض. يعني زارع كمان زارع متاخر. يعني ايه وزارع بعد قمح؟ وزارع بعد قمح يعني معنى كده ان هو يقدر يزرع بعد قمح ويجيب انتاجيه كويسه، يزرع بعد بصل، يزرع بعد فول، بعد برسيم، ياخد منه المحصول كامل بتاعه ويزرع بعد منه. شرط اساسي ان هو يحافظ على المعاملات الزراعيه كما ينبغي. عايزين بقى نرجع لسعر الضمان اللي هو خلى المساحات دي. طيب انا عايز اذنك في حاجه، ايه رايك اتفضل. نخلي سعر الضمان ومنظومه التسويق والدوله بتعمل ايه في مرحله بعد الجني؟ نعم نعم، في المحلك بقى، ايه رايك؟ تمام، مفيش اي مشكله. حتى يلا. عشان نشوف حلقه التسويق نفسها بالزبط. المزارعين بيوردوا فيها القطن بعد ما بيجمعوه هنا وبيودوه الحلقه ونشوف الدنيا فيها ايه. صح، ومستمتع برضو بشرح حضرتك المبسط لانه بيفهمنا حاجات كتير. الله يخليك، شكرا.